السلام الله عليكم مشاهدي ومتابعي قناة SDTV في كل مكان. في هذه الحلقة سوف أعلمكم كيف تعززون الحماية والخصوصية على تطبيق واتساب والعديد من التطبيقات. أعلن الفريق المطور لتطبيق واتساب بشكل رسمي عن طرح ميزة للتحقق بخطوتين في التطبيق ولكل مستخدمي التطبيق على أنظمة الأندرويد والآيوس وويندوز. الإعلان الجديد يأتي في خطوة تهدف لتعزيز الحماية والخصوصية على التطبيق. تعتبر ميزة التحقق بخطوتين Two Step Authentication أحد الخيارات الممتازة لتعزيز حماية وخصوصية المستخدمين، حيث توفر طبقة حماية إضافية تساهم بجعل الوصول لبيانات المستخدم أمرا بالغ الصعوبة. لا يوجد مستحيل في عالم الاختراقات وانتهاك الخصوصية. تقوم بعض الشركات بتوفير هذه الميزة عن طريق تفعيل كودات تشفير إضافية أو عن طريق تطبيقات تقوم بتوليد كودات عشوائية مثل تطبيق جوجل أوثنتيكاتر أو تطبيق مايكروسوفت أوثنتيكاتر. وبالنسبة لواتساب، تأتي إضافة هذه الميزة بهدف تعزيز درجة ثقة المستخدمين بالخصوصية التي سيحظون بها عند استخدام التطبيق، وذلك بعد أن قام الفريق المطور للتطبيق بإضافة ميزة تشفير من طرف لطرف End-to-End Encryption العام الماضي. طريقة تفعيل التحقق بخطوتين على واتساب بسيطة وسهلة، ويتم ذلك بالولوج لخيار الإعدادات Settings ومن ثم اختيار Accounts ومن ثم خيار Two-Step Verification وأخيرا Enable. بعد تفعيل الخيار سيطلب منكم إدخال رمز يتكون من 6 أرقام مختلفة، وهذا الرمز سيكون خاصا بتفعيل حسابكم على تطبيق الواتساب، بمعنى أنه في حال أراد أحد ما تفعيل حساب على واتساب بنفس رقم الهاتف الخاص بكم سيكون مطالبا بإدخال رمز التفعيل الذي قمتم أنتم بإدخاله، بالإضافة لإدخال رمز التفعيل السري ثم إتاحة خيار إضافة البريد الإلكتروني الخاص بكم، وذلك في حال أردتم إيقاف تفعيل رمز التفعيل في حال تم نسيانه. وكتب الفريق المطور بهذا الخصوص تحذيرا حول رسائل البريد الإلكترونية الوهمي التي قد تصل للمستخدمين على أنها من تطبيق واتساب، بحيث قد يصل للمستخدمين في المستقبل رسائل خاصة بإيقاف تفعيل التحقق بخطوتين على التطبيق. ويقول الإعلان الخاص بواتساب أنه يجب أن لا يتم فتح هذه الرسالة إن لم يكن المستخدم بالفعل قد قام بإرسال طلب إلغاء تفعيل ميزة التحقق بخطوتين، وإلا فإنه يعرض نفسه وبياناته لخطر الاختراق. وأخيرا ذكر الإعلان نقطة هامة، وهي أنه سيتوجب على المستخدمين إدخال رمز التفعيل مرة كل 7 أيام، وفي حال عدم إدخال رمز التفعيل بعد 7 أيام وعدم إلغاء المستخدم لميزة التحقق بخطوتين سيكون بالإمكان الدخول للحساب الشخصي على التطبيق، ولكن سيتم حذف كافة الرسائل والمحادثات السابقة. وفي حال عدم إدخال رمز التفعيل خلال 30 يوم سيتم إلغاء الحساب بالكامل، وسيضطر المستخدم لإنشاء حساب من جديد وخسارة كل محادثاته السابقة. بشكل مشابه لميزة التشفير من طرف لطرف، سيتم طرح هذه الميزة لكل مستخدمين من مستخدمي واتساب بشكل مباشر، بمعنى أنه لا يوجد حاجة للتحميل وتنصيب التحديث، ولكن قد يكون من المفضل امتلاككم لآخر نسخة من التطبيق والتي يمكنكم تحديثها والوصول عليها عن متجر بلاي ستور أو من الموقع الرسمي لتطبيق واتساب. هل وصلكم التحديث الجديد الخاص بميزة التحقق بخطوتين؟ ما رأيكم بهذه الخطوة من واتساب؟ شاركونا رأيكم ضمن التعليقات عن هذه الميزة الرائعة التي تعزز الحماية والخصوصية بالتحقق بخطوتين. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة، ولا تنسوا النقر على الاشتراك للتوصل بباقي حلقتنا القادمة إن شاء الله، والضغط على زر لايك إذا أعجبكم الفيديو أو إذا أعجبتكم الحلقة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.